للملتقى أيام وللفرصة موعد، وللمهنة في الرياضة تخصصات عديدة مختلفة ومتنوعة. في يوم المهنة الرياضي يلتقي الباحثون عن العمل بالجهات الرياضية باختلاف تخصصاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، وعشان تكون أقرب وفرصتك أقرب للعمل في القطاع الرياضي، موعدنا في الصلاة الخضراء بالرياض من 25 حتى 27 يناير. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني.